خلاصة اليوم فتحنا مع حضراتكم ملف الشركات اللي طلعت الناس الحج بشكل مخالف وأزمة الحج السنة دي، وليه الحج كان مختلف عن كل سنة، وإيه السبب وراء ارتفاع أعداد حالات إما المفقودين أو الناس اللي عانت مشاكل صحية أو مطالبات أهليهم وذويهم بالتوصل إليهم على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام اللي فاتت. كم نقطة عايز سلط عليهم الضوء، وده كان خلاصة نقاشنا النهاردة في الاستوديو لما فتحنا الملف ده. أولا، ملف شركات السياحة محتاج الكثير من البحث والتدقيق والرصد، لأنه في شركات وهمية بتشتغل من دون أي غطاء رسمي، بدون أوراق، بتشتغل من غير أي يعني تفاصيل أو من غير أي آليات عمل رسمية زي اللي بتشتغل من خلالها بقية شركات الحج أو شركات السياحة. هل ده معناه أن بقية الشركات الرسمية ما ارتكبتش مخالفات؟ لا، لأنه النهاردة حتى في القرارات اللي صدرت عن خلية الأزمة في 16 شركة شغالة رسمي وشغالة بشكل موثق وشكل ما فيهوش أي مشاكل، اكتشفوا أنها متورطة في يعني تنظيم حج غير رسمي للناس في الحج السنة دي، وتم سحب رخصة 16 شركة بشكل مبدئي. الحاجة التانية برضو اللي عايزين نسلط عليها الضوء واللي يمكن طلعنا بيها في نقاشنا اليوم، انه ارتفاع اسعار الحج برضو محتاج الحقيقة نظرة، ومحتاج البحث عن ضوابط، ومحتاج اطار تشريعي معين عشان ما يوجد لناش باب خلفي للحج المخالف. حاجة كمان، الطريقة اللي بتدار بيها الأمور داخل شركات السياحة في توزيع حصص الحج أو تأشيرات الحج خلقت نوع من أنواع سوء للسمسرة، الناس اللي بتتربح من وراء رغبة الناس البسطاء في أن هم يسقطوا فريضة. أخيرا بقى، وده برضو اللي توصلنا إليه النهاردة من خلال نقاشنا في الخلاصة ومن خلال استماع لرأي الدين، الحج فريضة مقترنة بالاستطاعة، يعني لمن استطاع إليه سبيلا، والدين يسر مش عسر، وفي نفس الوقت الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، مش مضطر تروح تحج وانت لا تملك الأموال أو التكلفة الخاصة بالحج. وفي النهاية اللي يتحايل على القوانين ويتحايل على المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون عشان يحج بطريقة غير شرعية وبطريقة غير قانونية، أنا بتهيألي يعني بالبلدي كده ربنا مش هيبارك، ناهيك عن الأضرار والتداعيات والعواقب الصحية اللي بتوصل لدرجة الموت زي ما شفنا في الحج السنة دي. أكيد الملف ده هيكون تحت الأنظار وتحت المجهر حتى لا تتكرر الأزمة في الحج العام القادم.